بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع وقف أونلاين دوت كوم وفي دورة الأمس أي تي بي، ونستكمل دروس الدي إن إس، وهذه الدروس الهامة جدا، لأن الدي إن إس يعني من أهم عوامل النتورك اللي موجودة في بتكون موجودة في بيئة الدومين الخاصة فينا. توقفنا المرة الماضية عند هذه الشاشة بعد ما نزلنا دي ان اس رول على هذا الدي ان اس سيرفر اللي هو سميناه احنا المنبر سيرفر. في الدروس الماضية انا شرحت شيء اسمه الفوروردر او تايبز اوف فوروردرز، او لمحت عنها بشكل سريع، قلنا انه في له 3 انواع، في عندك الستاندرد، في عندك الكونديشنال، في عندك الروت هندز. خلينا نشوف بس سريعا شاشة أنا مساويها هيك سريعا. أنا ذاكر لك إنه هون في عندك 3 أنواع من الفوروردرز، في عندك الستاندرد، في عندك الكونديشنالز، وفي عندك الروت هندز. طيب الآن تخيل إنه في هاي النتورك اللي عندك، في عندك أنت جالس على هذا الجهاز، أنت جالس الآن على هذا الجهاز وبدك تبحث على ماشين موجود عندك في هذا الدومين. فأول ما أنت مثلا تحاول إنك تحصل على الاي بي ادرس الخاص بهاي الماشين، مباشرة أكيد راح تخاطب الدي اللوكال دي ان اس سيرفر الخاص بالدومين الخاص بيك. فأنت بتقول له إنه أنا مثلا بدي اكس بي دوت وقف اونلاين دوت كوم، أوكي؟ فهو بيعمل لك إما بيكون محصل الريكورد عنده وبيعطيك الاي بي ادرس، او بخاطب اذر دي ان اس سيرفر، بيشوف منه مثلا الاكس بي دوت وقف اونلاين دوت كوم شو الاي بي ادرس الخاص فيها، وبيرجع لك الاي بي ادرس وبقول لك تفضل هذه هي الاي بي ادرس اللي خاص في اكس بي واكس بي 1 دوت كوم، عفوا اكس بي 1 دوت وقف اونلاين دوت كوم. هاي الحالة انا بسميها ستاندرد فوروردرز ستاندرد. طيب في اشي عندك اسمه كونديشنال، شو هو الكونديشنال؟ طبعا انا راح الان راح اعطي مثال عملي على الستاندرد، والان راح اشرح الكونديشنال، راح اعطي مثال عملي على الكونديشنال. الروت هندس ما يحتاج مثال لانه تطبيقك على اجهزتك انت في البيت هو اكبر مثال، بس راح اشرحها ان شاء الله وابينها ما في مشكلة. عموما قلنا انه الستاندرد انت بتبحث عن ماشين موجود عندك، تسأل اللوكال دي ان اس سيرفر، دي ان اس سيرفر بروح بيسأل دي ان اس سيرفر ثاني وبيجيب لك هاي الماشين. الكونديشنال، الكونديشنال هي خاصية زي ما من اسمها شرطية. ايش اللي بصير؟ مثلا انا عندي وقف اونلاين دوت كوم، بتذكروا انه مثلا مرة سوينا دومين فرعي سميناه كرك دوت وقف اونلاين دوت كوم في بداية الدورة الأولى، كان عندي هذا الدومين دوت كوم، اوكي بجوز متذكرينه، وفي دي ان اس سيرفر تابع لهذا الدومين اسمه مثلا كرك دي ان اس، طيب هيك شو بدنا نساوي عشان نخلي الكتابة واضحة، نزله هون. اوكي شو اللي انت بتيجي بتسوي؟ بتقول له لهذا السيرفر، خلينا ناخذ اذا في سهم، هذا سهم كويس. بتقول لهذا السيرفر اللي هو اللوكال دي ان اس سيرفر الموجود عندك في النتورك، اذا جاك اشي اسئلة بتخص الدومين اللي اسمه كرك دوت وقف اونلاين دوت كوم، مباشرة اسأل لي هذا السيرفر. ما نفع، مباشرة اسأل هذا السيرفر. طيب تمام جميل. اذا جاك اي اشي ثاني وانت عارفه اسأل هذا السيرفر. يعني انت قاعد على جهازك كتبت مثلا
كارك، عفوا اكس بي، في جهاز اسمه اكس بي 10، افرض انه هذا اسم الماشين اكس بي 10 موجود على الدومين كارك دوت وقف اونلاين لاين دوت كوم. اوكي، هذا الماشين اللي انت بتدور عليها، فبتبعت طلب لهذا السيرفر اللي هو السيرفر الموجود عندك بهاي النتورك. هذا السيرفر مباشرة راح يعمل فورورد لهذا الريكورد لو هذا الطلب الكويري على هذا الدي ان اس سيرفر. ليش؟ لانه الكويري اللي اجا بيلونج لهذا الدومين لكارك دوت وقف اونلاين دوت كوم، فبيسال السيرفر المختص فيه. طبعا هذه هي خاصية الكونديشنال. لو سألته أي شيء ثاني، لو سألته مثلا، لو بعثت له طلب، طب خلينا نشوف بس لحظة، هذا قلنا هذا الطلب بيعمل فورورد على هذا السيرفر. لازم نلون احنا شوية ألوان، خلينا نختار ألوان، ألوان ببلاش. هذا هو الطلب اللي هو اكس بي 10 تتوقف اونلاين دوت كوم، مباشرة هنا راح يعمل له فورورد على هذا السيرفر. افرض انه انت بدك تبحث عن ماشين ثانية، هاي الماشين اسمها فلنفرض انها ويندوز فيستا مثلا، فيستا خلينا نغير اللون، نخلي لون اصفر مو مقروء، اخضر. طيب فيستا دوت مثلا، فلنفرض انه في فرعي، دومين فرعي ثاني اسمه عمان دوت وقف اونلاين دوت كوم. اوكي، هذا الكويري طلع من جهازك على السيرفر الرئيسي. مباشرة هذا السيرفر بيشوف فيها هل في عنده كونديشنال كونديشنال فوروردر بخص هذا الدومين اللي هو عمان دوت وقف اونلاين دوت كوم. لا ما في، اذا ما في معناته بيعمل له فورورد على المكان اللي هو متخصص عليه. فاذا لاحظ انه انت مثلا انت قاعد على جهازك، اذا سألت على جهاز موجود على كرك دوت وقف اونلاين دوت كوم راح يروح على الدومين او على الدي ان اس اللي خاص، دي ان اس سيرفر اللي خاص بهذا الدومين واللي مسجل عندك ككونديشنال فوروردر في اللوكال دي ان اس سيرفر اللي عندك. اذا غير هيك راح يروح على اذر دي ان اس سيرفر وات ايفر شو اللي انت محدده في هذا الجهاز. طيب الروت هنتس، الروت هنتس راح يروح، هاي في سيرفرات عالمية،